أعطيني إياها. يلا هاتيها. ما في، أنا بدي ألعب فيه هون أول. حاج بقى. لك أعطيني إياها، هاتيها. تركيها. طيب هاي لعبتي أنا. إيه تركيها. هاتيها عم قلك. أعطيني إياها بقى. بعدي هيك هاتيها. روحي من هون، تركي. أعطيني إياها. هدول إلي، ما رح أعطيكي. هاي لعبتي أنا. تعي لهون هاتيهن، بدي أخذهن أنا. أعطيني لعبتي، هاي مو إليك. هاتيها بس شوي. صباح الخير. ليش ما فيقتيني؟ الأولاد كانوا رح ينتبهوا. إيه ليكن ما انتبهوا. مو هامك أبداً، ما هيك؟ طيب وإذا عرفوا؟ إذا أنا متحملة فهو مشان الأولاد، وبعدين إيه؟ يعني أولتا وآخرتا رح يعرفوا. أصلاً أنت بدك تنام بالصالون. لا تعملي حالك مو عرفاني ليش؟ بعدي عم قلك. يا ربي هاتيها. حطيني إياها. بعدي من هون بقى. قلتلك ما بدي تركيها. بدي ألعب فيها، هاتيها. حبيباتي ليش عم تعيطوا؟ شو في؟ ماما هي إسراء سمت هدول الألعاب على اسمك أنت وبابا. يا الله منك، ليش عم تقولي؟ مبارح سمعتها وهي عم تحكي مع هون. بنتي الحلوة سمت هي اللعبة الحلوة على اسم أمها؟ دخيلها الوش أنا. هي أنت وهذا بابا، حب خليهن دائماً قراب من بعض، ما يفترقوا، لأنه هن متجوزين يعني مثلكن أنتو. يلا روحوا البسوا، رح تتأخروا على المدرسة. بس أنا رح أتأخر. فيكي أنت توصلي الأولاد على المدرسة؟ ماشي، بس أنت ترجعون معك. طيب برجعون. يا بنات تقلوا بلبسكن، كتير برد برا. يلا. حاضر ماما. يلا إسراء اتركي اللعبة، رح تتأخروا. حاضر ماما، رح أتركن هون. خليكن هون قاعدين ولا تتخانقوا مع بعضكم، ماشي؟ مين انت؟ مين هنيك؟ نصرت؟ نصرت شو صار لك؟ لا تتحرك، رح نادي حدا يساعدني. هات هذا. نصرت لا تتحرك ابدا. سكوت. نصرت شو عم تساوي؟ انتو جبرتوني اني اعمل هيك، هذا الشيء بسببكن. روح نادي للمدير. نادي المدير. إذا ما كان في عندك عمل بينقذك بالآخرة، فما في فرق بين الدنيا الفانية والسجن. الإنسان خلق بهاي الدنيا، ورب العالمين مهيئ له يحصل على كل أشكال النعم الموجودة بالدنيا وبالآخرة كمان. بس هذا ما بيصير إلا بالصبر وبالدعاء. اللهم إني أستغفرك من كل نعمة أنعمتها علي فصرفتها على معصيتك، وأنا بتأمل إنه يكون حبسكن هون تخفيف لذنوبكن ووسيلة لنجاتكن من الحبوس الثانية. شو لسا قدير آغا؟ فتحت الحلنفيات عندك؟ خليك بحالك ولاك. شيخي الله يجزيك الخير، لو أنت ما كنت معنا الله أعلم شو كان صار بحالتنا هلأ، يمكن كنا قتلنا بعض، مو مزبوط ولاك؟ أي والله مزبوط يا معلم. الله يعطي الصبر ويهدي إخواتنا يلاقوا الطريق المستقيم، ويرضى عن الناس اللي اجوا قبلنا واللي فتحوا لنا هذا الطريق. انا مجرد وسيله بسيطه. الله يهديكن ويبعدكن عن الحرام ويعطيكن على هوى نيتكن، ولا ينسانا من رحمته وكرمه اجمعين. الله يكرمك. الله يرضى عنك. الله يخليك لاهلك. الله يتقبل توبتكن. امين. ايه اليوم اخر يوم لك هون. ايه والله 15 سنة إلي عمر هون، مو قليلة يا شيخي. الله يقدم لك اللي فيه الخير يا قدير. شيخي بتمنى أنك ما تنساني بدعائك.
بدي أسألك عن الدعاء يلي قلتنا يا مرة، اللهم احفظنا بعد أن هديتنا وثبت خطانا وارحمنا برحمتك يا كريم. نعم. ليش هذا الدعاء؟ ليش عم تعلمونا يا؟ أنت مو شايف أنه مناسب لوضعكم يا أخ قدير؟ مشان الناس اللي أخطأوا ورجعوا لعقلهم ما يضعفوا. عن جد؟ بس أنا تهيأ لي. يا جماعة شو صاير؟ في مشكلة، نصرت أخذ الحارس رزق رهينة، تعوا شوفوا. العمى ليش؟ يلا امشوا. يلا يلا. شو يا بيك؟ اجيت بعدين؟ ها؟ ما عندي مزح، ديروا بالكم. وقفوا. فجر راسه ها؟ هذا اللي عم تعمله غلط، عقوبتك راح تكون أكبر ومدة حبسك راح تزيد. خلصني علي مدي عم تحكي. نصرة ترجع لعقلك، في ولاد برقبتك. هلا عم تقول هيك؟ ليش ما فكرتوا بهالشيء من قبل؟ ليش ما فكرتوا ها؟ شو صاير؟ هذا كيف شباب؟ خير شو صاير؟ بدي شوف أمي هلا. نصرة أمه تعبانك، ما سمحنا له بزيارتها. وعم بيقول ما إلها حدا غيري. ما بيهمني كل هذا اللي عم يعمله لأنه ما خليناه يطلع. حرام عليك، مو ذنبه. عم يضغط علينا لنطالب. طيب ما فيك تسمح له؟ إذا كل ما طلبنا له شيء ونفذنا له إياه رح تصير الأمور سايبة وما عاد فينا نضبطه. قلت لك لا تتحرك. اصلا ما عاد في شوف. لا تعمل هيك يا نصرت، حرام عليك. امه توفت وهو ما عنده خبر. الهدف ظاهر امامي، جاهز لاطلاق النار بانتظار الاوامر. خليك متاهب. كانك ما سمعتني منيح، رح اشوف امي ولا لا؟ جاوبني. رح عد لثلاثة. واحد. بوس ايدك يا نصرت. جهز حالك. اثنين. من شان الله. اذا بتريد تركوني احكي معه. لك رح اقتله قدام عيونكم. نصرت رح اجي لعندك. انت لا تتدخل شيخي، ما لك علاقة بهالموضوع. يا شيخ حسين لا تتعب حالك، حاطت الدم بعيونه. هذا ماله الذئب يا حضرة المدير، هذا بني آدم. وانت بتعرف نصرت ما غلط ابدا بكل هالفترة. حاج تتحرك. بوس ايدك. رجع عن غلطه وتاب، بس هذا اللي صار هو ردة فعل، اكيد رح يرجع لعقله. طيب شوف. ليك شيخي لا تقرب، لا تقرب شيخي، ارجع لورا. نصرت خليهم يتركوني مشان روح شوف امي، وبعدين يقتلوني اذا بدهم، ماني سائل عن شي. شو بتأمر سيدي؟ خلي ايدك على الزناد حول. نصرت شو عم تساوي؟ انت مو واعي على حالك، مو هذا الطريق اللي بدك اياه. بهذا الشكل ما فيك تشوف امك. يا شيخي غير هيك ما بيخلوني اشوفها. نصرت امك عطتك عمرة. انت عم تكذب علي، ما فيك تضحك علي. صدقني يا نصرت، أنا ولا مرة كذبت عليكم بشي. أمي، أمي الحنونة ماتت، ماتت وانحرمت من توديعها. يعني ما عاد في شي يخسره، طلع من بيناتنا. يا مدير، أنتوا يلي وصلتوني لهون، رح أقتل رزق قدام عيونكم وأقتل حالي كمان. نصرت رح دفعكم تمن هالشي. جاهز؟ هلا. يلا. غير ممكن، ما عم قادر سدد على الهدف. الله يلعن. نصرت بوس ايدك. نصرت اتركني. اسمعني منيح. لا تغلط يا نصرت عقاب. انت ما فقدت الفرصه مشان تشوف امك. انت اللي قلت لي انها ماتت، ماتت وما شفتها، راحت. هي هي القصه يا نصرت، راحت. بس لوين راحت امك؟ وين بتكون هلا؟ تعرف اي شيء؟ جاوبني يا نصرت، جسدها اللي مات ولا روحها اللي راحت من هالدنيا الفانيه للحياه الابديه يلي الكل رح يروح عليها؟ ممكن تكون عم تشوف حالتك هي هلأ يا نصرت. إذا كانت عم تشوفك، معقول لما تكون راضي عن الشيء اللي عم تعمله؟ شيخي اتركني بحالي ولا تأثر علي. مو مشكلة، أنا بتركك بحالك، بس يا ترى ضميرك رح يتركك بحالك؟ ضميري عم يفكر بهداك الزلمي، وعدني وكذب علي، قال رح أبعتك تشوف أمك وما وفى بوعده معي. لما الإنسان بيوعد وما بيوفي بوعده، شايف كيف بتقوم القيامة بين الناس؟ طيب انت ما تبت وعدت رب العالمين يا نصرت؟ شو حسابك لانك خلفت بوعدك؟ بكره لما توقف بين ايدين ربك شو بدك تقله لانك خلفت بوعدك؟ لهيك اترك سلاح اذا بتخاف من الله. الهدف صار واضح، عم انتظر الاوامر. لا تساويها يا نصرت. لا تنسى دعائك يا نصرت، اللهم احفظنا بعد ان هديتنا وثبت خطانا وارحمنا برحمتك يا كريم. جاهز؟ هلا. امي الحنونة تركتني وراحت، كل
بسببي أنا، ما قدرت دير بالي عليها. أنا السبب. خلص يا نصرت، البكي ما بفيد الميت بشي. لا تنسى من هلأ أنت رح تكون كتاب أعمال أمك اللي ما رح يتسكر. التوبة وعدم الرجوع للشغلات اللي تركتهم هو أجمل شيء ممكن تساوي للمرحومة. تعا نصرت، أرجوك لا تخليهم يعملوه معاملة سيئة، حرام عم يتألم. لا تخاف يا شيخ حسين، بفضل حكمتك تغلبنا على مشكلة كبيرة. شكرا لك. الله يهدي. شكرا لك. شو صار؟ شو صار؟ شيخ حسين يمكن ضغطه. اطلبوا الإسعاف. نادوا الدكتور يمكن نزل ضغطه. شيخ حسين رد علي. يا شيخ شو صار؟ وين هاد المكان؟ أغمي عليك. بس شيخ قبل ما يغمي عليك سويت عمل كتير منيح. في دعاء لك فترة عم تقوله كتير وتعلمه للناس. اللهم احفظنا بعد أن هديتنا وارحمنا برحمتك يا كريم. لك يومين عم تقوله مزبوط؟ صحيح. بس مين أنت؟ فيك تقول أنا الدعاء اللي لازم تكرره باستمرار من بعد ما الله هداك وتبت مشان ما ترجع للغلط. بس الدعاء يعني لازم يكون للناس اللي أجرمت وانصلحت. أنا من وقت ما وعيت وأنا على الطريق الصحيح، دعائي لازم يكون مختلف، مو مثل اللي ارتكبوا الجرائم. أنت متأكد؟ شيخي، شيخ حسين، شو صار؟ لا تخاف، أغمي عليك، نزل السكر تبعك. صحيح، دورت ما لقيت الدواء معك. نسيته بالبيت. هاد المرض قضى علي يا دكتور، الله يعافينا. طبعا صعب، لازم الواحد يحتاط، نوبته صعبة. أنا ما عم فكر بهي الشغلة. شوف يا شيخي، مرضك هذا مو سهل، بيغدر، ما بصير تهمله كتير. إذا ما ضليت متابع حالتك راح تتعرض حياتك الزوجية لمشاكل. شوف ما شاء الله، الله رازقك بنتين مثل الوردة، لازم تفكر فيهم كمان. مزبوط هالشي، بس ما بعرف يا دكتور، معناتها هالمرض بيصيب أرباب الأسرة اللي مثلي بشكل أكبر. طالما زوجتك متفهمة بإذن الله هالمشاكل هي بتتغلب عليها وبتروح يا شيخي. على كل، خليني أعجل بالروح على البيت، دواي هنيك. بدك حدا يوصلك على البيت؟ لا ما في داعي، أنا منيح. صحي قدير بده يطلع اليوم. طالعوا لما كنت نايم، بيسلم عليك كتير، بكل الأحوال رح نتلاقى، قال إنه بريء ما في مهرب. إن شاء الله. ألو سماح، كيفك؟ أهلين ماما، منيحة. كيفك يا بنتي؟ ماشي الحال ماما، يعني عم حاول كون منيحة. اتصلت فيك قلت بتكوني مالة لأنك قاعدة لحالك. حسين ما رجع من شغله ما هيك؟ لا لساته بالسجن، ما بيرجع للمسا. كيف العلاقة بيناتكم؟ منيحة. اسمعي حبيبتي سماح، هاي الأوقات بتمر إن شاء الله، حسين منا وفينا وما في مثله. لا تزعلي يا بنتي، الله يرضى عليكي، راضي ولا تضغطي عليه. اتصلتي مشان تقولي لي هالحكي؟ فكرتك دقة تسألي عني وتطمني.
شو هالحكي يا بنتي؟ معقول؟ طبعاً اتصلت مشان أسأل عنك وأطمن. أصلاً كل همكن هو سهركن، وأنا ما حدا بيفكر فيني بالمرة. بنتي، يلي عم تحكي عنه هاد جوزك وأبو ولادك يا سماح، هو عمود بيتك. لا سمح الله إذا صار له شي شو بده يصير فيكن؟ ماشي ماما، يلي فيني مكفيني. ماما، أنا رح سكر هلأ، حاطة الأكل على النار. طيب يا بنتي. اسمعي. شوفي ماما، طمنيني إن شاء الله ما عاد ضيعتي وقتك بالقعدة على الإنترنت، وما عاد حكيتي مع ناس ما بتعرفيهم. أوعيك لك بنتي، لا تغلطي، اسمعي كلام أمك. هالشغلات ما في منهم فايدة، مالك مضطرة لهالشي يا بنتي، بخاف يضروكي. سمعتيني؟ تمام أمي، يلا أنا رح سكر. موها ممكن غير سهركن. شبيك خير؟ شو في؟ كنت عم أحكي مع سماح من شوي. شو أخبارها؟ في شي مشاكل؟ هي ما عم تقول شي أبداً، بس بصراحة قلبي مو مطمن. احكي بوضوح يا مرة. أنت بتعرف هدول تجوزوا بعضهم عن حب، بس مع مرور الوقت وبعد ما مرض صهرك الله يشفيه، معقول تكون بطلت تحبه؟ معقولي اللي عم تحكي أنت؟ في عندهم بنتين. ما بتتذكر آخر مرة رحنا فيها لهنيك؟ ما انتبهت حكيهم مو مثل العادة. انتبهت بس ما بدك الهاد، ما اهتميت بالموضوع لأنه عادي بيصير بين أي زوجين. آخ يا رجال، بتخاف هالشغلات تكون من قبل وطلعت، الله يهدي بالهم. والله إذا بنتك زعلت حسين رح تندم كتير كتير. من وين رح تلاقي واحد مثله؟ صهرنا معدنه نادر بهالأيام، قولي له تعرف قيمته. مين مرة تانية؟ ألو، أهلين. لا، على أساس أبوهن كان رح يمروا ياخدهن. ما عم يرد على تليفونه؟ أوف منك يا حسين. طيب ماشي، جاي. عديم الفائدة، لا عم تقوم بواجباتك كزوج ولا حتى كأب كمان، شي بيقرف يا. سماح؟ سماح وينك؟ نسيان الدواء. سماح؟ يا بنات؟ يا بنات؟ ما جبت البنات من المدرسة. خالص شحنه كمان. قديش كان رقم المدرسة؟ يلا بلاقي على الانترنت. كأنه هذا شغال. شو هاد؟ ليكون جوزك إجا على البيت؟ أنا مليت من هداك الزلمة.
انت بتستاهلي احسن منه، بتعرفي هذا الشيء ما هيك؟ انت لازمك الحب، وبتعرفي وين فيكي تلاقيه. انا لازم سكر ضروري، بكره لما منلتقي رح نحكي. بعتلك بوسه، عم بنتظر بفارغ الصبر. شو هذا اللي عم يصير؟ انا ما عم صدق. شو هذا اللي عم تعمليه يا مرا؟ يا عديمة الاخلاق، يا عديمة الشرف. ولك ما استحيتي على حالك، ولك في عندك بنتين. انا بينعمل فيني هيك؟ ما عم صدق اللي عم يصير. ماما ليش بابا ما اجى اخذنا؟ شو بيعرفني؟ يعني مرض مره تانية؟ يا ريت يموت واخلص. يلا امشوا لشوف. يا عديمة الشرف، يا ربي يا ربي، ليش هيك صار معي؟ ليش صار هيك؟ يا عديمة الشرف، شو كان بدك؟ ليش عملتي هيك؟ ليش؟ يا الله. شو عم تساوي؟ يلي لازم أعمله. أنت متأكد إنه هذا اللي لازم تعمله؟ بس هي غلطت غلط كبير، عم تحاول تدمر بيتها، لازم تتحاسب على غلطتها. مو أنتك أنت اللي عم تعلم الناس تدعي وتقول اللهم احفظنا بعد أن هديتنا وثبت خطانا وارحمنا برحمتك يا كريم، مو هيك؟ معناتها الدنيا فيها أغلاط كتير، لحتى رب العالمين علمنا هالدعاء ليسامحنا. ليش وقت بتوقع بالغلط بتحط غشاوي على عيونك وما بتعرف تنصح حالك؟ بس مو أنا يلي غلطت، مرتي هي اللي غلطت، ولازم تتحاسب عالشي اللي عملته معي. ايه وتعرف انه جزاء اللعب بشرف عيلتي مو ممكن يمرق هيك؟ بعدين برجع على طريق الصواب حتى تحس إنه لازم تدعي. هذا حقي، ما رح اتراجع عنه. ليش ما عم تجاوبي؟ حسين شو رجعت؟ يا بنات روحوا انتو غسلوا ايديكم عشان حضر لكم شي تاكلوا. حاضر ماما. ما تركتي لي خيار تاني ابدا. الله يعفو عني. بابا حبيبي، بابا حبيبي. بابا نحن كتير قلقنا عليك، ليش ما اجيت اخذتنا؟ يا بناتي يا حبيباتي انتو. بابا انت فيك شي؟ لا حبيبتي منيح. عائشة ناوليني هاي الإبرة. شكرا حبيبتي. وين كنت حسين؟ ليش ما جبت البنات؟ ارتفع السكر معي بالسجن. ونسيان الدواء تبعك هون؟ انت ما بتسمع مني. شو يعني بإرادتي صار معي هيك؟ هذا مرض مو بإيدي. طيب انا شو قلت؟ يلا يا بنات غيروا تيابكم بسرعة.
مو هلا وقتها، ما بيصير قدام الولاد بالليل وقت يناموا. حبيباتي، الله ألف حمد وشكر لك يا رب على النعمة اللي عطيتنا إياها وعلى المصايب اللي نجيتنا منها. ألف حمد وشكر لك يا رب، عطيتنا أكثر من ما منستاهل يا كريم. شو فينا نساوي قدام عطائك وكرمك هاد؟ الحمد لله انك رزقتنا بالخلقة التامة وهالوش الملائكي. الحمد لله. الله يطول عمره ويجعلها من الصالحين ويرزقنا بحسنتها. آمين. الحمد لله لأنك وهبتني زوجة صالحة تكون من نصيبي بهالدنيا وبالآخرة وأم ولادي. الحمد لله. الحمد لله أنك وهبتني زوج صالح يكون رفيقي بالدنيا وبالآخرة وسند إلي ولولادي بهالدنيا القاسية، وارزقه بحسنتنا ويسر أمره يا رب. كل هالشغلات صارت من الماضي، وسختي كل شيء، قتلتي كل شيء حلو بيننا يا قليلة الشرف. شو عم بصير؟ عم يندق الباب. مين بده يجي بهالوقت؟ انتي نامي انا رح شوف مين. السلام عليكم يا حضرة الشيخ، بس ان شاء الله ما اكون ازعجتكم. لا لا، وعليكم السلام. من بعد اذنك بقدر فوت اتوضى وصلي؟ ضلينا عم نشتغل للمساء، بتعرف هالشي؟ ما ضل عندي وقت. طبعا طبعا، تفضل. المغسلة من هون، رح جيب لك سجادة صلاة. أكيد أنت صليت من زمان ما هيك؟ لا، كنت رح صلي هلأ، منصلي مع بعض. ماشي ماشي يا ابني. استغفر الله، الله أكبر. الله يجزيك الخير لأنك فتحت لي بيتك. الله يتقبل منك، مع السلامة.
لسه لهلأ ما لقوا. مين هو اللي ما لقوا؟ قال في واحد هربان وعرفوا أنه إجا لهاي الجهة بعد العشاء. الشرطة إلى كم ساعة عم تدور عليه. سكر باب بيتك وقفله منيح. إن شاء الله. أكيد أكيد. الزمن تغير والجرائم كتراني بهالأيام. دنيا ما عاد فيها أمان. ندلوا عليه من عن طريق الانترنت. قال في برنامج بيكتبوا فيه لبعض وبيحكوا سوا. من هداك البرنامج طالع ومحادثته مع شخص، يعني حكي صاير بيناتهم من قبل، وعرفوا انه رح يجي لهاي الناحية. شايف التكنولوجيا شو بتعمل؟ من بني آدم ما عم يعتبر. الناس بيقدروا يخبوا على بعض، بس ما في شي بيتخبى على الله. يلا تصبح على خير. وانت من أهل الخير. معناتها فيك تعرف المحادثات السابقة. كان مكتوب رح نلتقي بكرة. أكيد العنوان مكتوب بالمحادثات السابقة. أشيان، كفي، ساعة واحدة. حسين؟ يا حسين، شو صار؟ مين إجا؟ الزبال كان بده يصلي وإجا لعنا. ما بدك تنام؟ لا، روحي نامي أنت. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلين فيكي. كيفك؟ منيح. وانتي؟ منيحه احسن من قبل. رح اقتلكن انتو الاثنين، ما رح سامحكن ابدا. كلك ذوق. شكرا كثير على الوردات، حلوين. هذا من ذوقك. ايه شو في اخبار؟ ولا شيء، كان عندي شويه شغل. شيخي بس. اهلين قدير. شو عم تساوي؟ بدي اشوفك. ها مشي معي. مشي. كثير غريب. شو صار؟ واحد كان مثبت نظره علي وماشي باتجاهنا. إجا واحد وأخده. ما في داعي تخافي. حسين، ليش جوزك معنو بالشغل؟ بالشغل. على كلين ما في عنا وقت كتير إنه نضيعه بهيك قصص ما لها طعمة. أنا اشتقت لك، بتعرفي هالشي؟ أنت بتعرف أكتر مني. انصحني شو لازم ساوي. ما في حل تاني غير إني أقتلها. ليش حتى أعرف أكتر منك؟ لا تأخذني، يعني أنا ما كان قصدي هيك. ولا يهمك، ما إجينا على الدنيا مشان نواخد بعض، بس بظن إنك عم تتسرع بقرارك. أنت شو عم تقول يا زلمة؟ ما سمعت الكلام اللي حكيت لك يا؟ ولك هي ويا. عطيني هالمسدس، لازم خلص عليهم. لا تعمل هيك، فكر شوي. الشغلة ما بدها تفكير. شو بده يصير بالولاد يا شيخ؟ مرتك للقبر وأنت للحبس. هذا الفيلم شفناه كتير، ولو ما كانوا بنات نص مصيبة. لمين بدك تتركهم؟ ما فيني أقول غير الله يكون بعونهم. فكر منيح يا شيخ قبل ما يغدر فيك سلاح. بناتي شو بده يصير فيهم؟ شو بدي ساوي؟ أنت كنت دائماً توصينا بنفس الوصية، هلأ إجا دوري. ما في قدامك غير الدعاء. أي دعاء؟
شرف عيلتي صار بالأرض. هذا الوضع تجاوز الدعاء. يعني أنا ما عم أقول إنه الدعاء مو موجود، بس أنا يعني في شيء اسمه دعاء واقعي. لازم يكون في حل تاني، أكيد لازم يكون في. طيب أنا رح ساعدك يا شيخي، بس في عندي شرط. شو هو؟ رح أسألك سؤال، إذا عرفته رح علمك طريقة ذكية مشان تقتل زوجتك من دون أي أثر، وما حدا رح يعرف شيء، يعني ما بتنحبس. عن جد في هيك طريقة؟ طبعاً، ليش حتى ما يكون؟ بس مثل ما قلت لك، إذا عرفت الجواب. هيك شيء مو معقول، أكيد رح نعرف. بعدين مو في حكمة بتقول إنه كل جريمة بتترك وراها أثر؟ أنت هيك رأيك؟ تعا معي، بس بالأول أعطيني المسدس. ليش جينا لهون؟ لمين هالمحل؟ هلا بتعرف. خلينا نفوت من الباب الوراني مشان ما نلفت نظر. يلا وين البضاعة؟ لك لا تعلي راسك، بقيت لك. نحن ما اتفقنا هيك، انتو خنتوني. خلاص رح خليك. هذا وليد؟ هذا هو، ما هي هو بذاته. وقفوا. وين المصاري؟ حطيناه هون مشان يشتغل. عم قال لك وين المصاري؟ شو عم يصير؟ وقف، لقال لك في قصة ورا هاي الشغلة. معلم شو بدنا نساوي؟ احكيوا لها. هذا ما بيكفي، بدنا نخلص منه. ما في شي نعمله غير هيك؟ لا تتحركوا. لك شو معلم؟ هذا أدير آغا واقف. أدير آغا، انت ليش عم تتدخل بهاي الشغلة؟ يلا ولا نقلع من هون، بعد عنه، هذا مو شغلك أبدا. ولك يلا تحرك وليد، قوم نقلعه لك. بس يا أغا أنت ما بتعرف، في إلنا مصاري مع هاد. أي مصاري؟ كنا عم نبيع عملة خضرة وبيضة. حكي صح وليد، أعطيهم مصاريهم. يلا مشو لشوف بسرعة. لك وليد، انت شو ساويت؟ التوبة بالسجن شغلة سهلة يا شيخي. انت كنت موجود، وقدير آغا كمان، كل شي كان منيح. بس لما طلعت لبرا، نحن متعودين نكسب مصاري بطريقة سهلة، شهر شهرين وست شهور. الراتب القليل كتير قتلني. تعرفت على هدول الجماعة. هاي المصاري حرام، حكينا هالشي من قبل. ما قلنا الفرح اللي بيكون بمصاري الحرام بيصير حزن؟ ما اتفقنا على هيك؟ نسيت الدعاء تبعك يا وليد؟ اللهم احفظنا بعد أن هديتنا وثبت خطانا، وارحمنا برحمتك يا كريم. انت ما وعدت رب العالمين؟ ليش هو الوحيد اللي نسي الدعاء؟ شو؟ ما في شي شيخي. ليك، طاع على حالك وعد مرة تانية، لا توقع بالغلط مرة تانية. حاضر شيخي، وعد، سامحوني. المهم رب العالمين هو اللي سامحك. مو مشكلة، خلينا نشوف شغلنا. أي شغل؟ اجينا مشان نطلب منك المساعدة. هلا رح تعطينا دواء، وهذا الدواء لازم يقتل يلي بده يشربه، بشرط ما يترك أي أثر. شو عم بتقول أنت قدير آغا؟ يلا، أنت بتعرف هيك شغلات. إذا كان لشي سيء، لشو لحتى يدخل الشيخ حسين؟ أي معك حق. هذا هو، على الأغلب هيك بيسرع ضربات القلب. هذا لمريض القلب، بس إذا عطيته لشخص سليم، قلبه ما رح يتحمل هيك دواء، بجن مثل التور وبيروح فيها، وما حدا رح يعرف السبب، حتى التشريح كمان. هاي المادة موجودة بالجسم السليم. منيح، سمعت شيخي؟ صدقتني هلا؟
يلا اعطيني دقيقة يا شيخ، كان في عندي شرط. ايه مزبوط، يلا سألني لشوف. هذا الدعاء اللي علمتنا اياه، اللهم احفظنا بعد ان هديتنا وثبت خطانا. ايه شبه مين اكتر واحد بيكرر هذا الدعاء؟ كيف يعني؟ السؤال واضح، مين اكتر واحد بيكرر هذا الدعاء؟ شو رأيك؟ ما عم بفهم عليك، ليش عم تسحب الموضوع لأطراف تانية؟ وبعدين من وين بدي أعرف وأنا بهالحالة؟ منيح، معناها تنساد دواء يا شيخ. طيب وقف وقف، فعلا أنت زلمة غريب. لحظة خليني أفكر، مين أكتر واحد بكرر هذا الدعاء؟ يعني أنا بعرفه؟ والله ما بعرف، مين بده يكون يعني؟ الفضل بن إياس، خلص عرفنا مين هو، الفضل بن إياس. تفضل شيخي، الله لا يبعدك عن الطريق الصحيح يا شيخ. لازم انهي هي الشغلة، واليوم قبل بكرة. لو هالشغلة خلصت اليوم رح ارتاح، خلينا نحل الموضوع، ما عاد فيني اتحمل ابنه. هدي حالك سماح، بصراحة ما عاد فيني اقعد بدونك، بس لازم نفكر بالولاد. مزبوط، الولاد. لو انه هذا البيت انباع. انا مو مرتاح من بيعتك للبيت، أنا فيني أرعاكي أنتي والولاد. ليش حتى ما ترتاح؟ هذا البيت أبي عطانية، ما حتى دخله. بعدين ما عاد فينا ننام بهداك البيت، رح نأسس لحياة تانية ورح تكون مليانة حب، أنا متأكد. وأنا كمان. هلأ بتأخر، لازم جيب الولاد من المدرسة. ماشي، خلينا نقوم، رح أشوف الحساب وأجي. ألو حبيبتي، وأنا كمان اشتقت لك. أنا مالي بالإنترنت هلأ، في عندي شغل مو فاضي أبدا. رح أكسب من وراه منيح، إذا خلصته رح أخذك إجازة. أنت أمري وأنا بنفذ. يلا رح أسكر، مع السلامة. بس لو البيت ينباع وأخلص من هالغبية.